يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أشاهد صور النساء عبر النت ثم أتوب. يقول: أشاهد صور النساء عبر النت ثم أتوب ثم أعود ثم أتوب وهكذا، وأخشى على نفسي من اليأس والقنوط، وأخشى أن أدخل تحت الوعيد الذي في الحديث بأنه يأتي أقوام بحسنات أمثال الجبال فيقول الله لها كوني هباء. يقول: ما نصيحتكم لي وفقكم الله؟ ما يقول الله لها كوني هباء إلا إذا كانت أعمال كافر، أما أعمال المؤمن فلا يقول الله لها كوني هباء، لكن قد يأخذها المظلومون، يقتصون منه ويأخذون حسناتها المظلومون، أما أن الله يبطلها فلا، أعمال المؤمن لا تبطل. وأما هذا النت الذي شغلك وفتنك، أبعده عنك وعن بيتك لتستريح، والحمد لله، أبعد وسائل الشر عنك. نعم.